ماذا يفعل رياض محرز مع مانشستر سيتي؟ رياض محرز بيقدم عظمة. انا عارف ان المباراة لسه ما خلصتش، انا بصور قبل المباراة ما تخلص بحوالي كده، فاضل مثلا زي ربع ساعة تلت ساعة بس، انا عامل الحلقة دي لرياض محرز، واستنونا في حلقة بعد دي لما المباراة تنتهي نتكلم فيها عن المباراة. لكن الحلقة دي لرياض محرز. رياض محرز بيقدم عظمة مع مانشستر سيتي. رياض محرز النهاردة هدفين واسيست. رياض محرز النهاردة افضل لاعب في مانشستر سيتي. ارقام رياض محرز في اخر 10 مباريات ارقام كبيرة. رياض محرز اساسي بقاله 8 9 لقاءات. ليه؟ عشان بيأكد على كلامي. هتكلم عن رياض محرز جوه الحلقة، معكم اخوكم عصام السرساوي. اهم حاجة اعمل لايك، اعمل لايك، اللايك بيزود فرصنا في انتشار الحلقات، اللايك مش بفلوس والله ببلاش. ويلا بينا نتكلم عن عظمة رياض محرز، بس اشترك في القناة وفعل زرار الجرس، وتعالى بقى اقول لك عظمة رياض محرز ونتكلم عن ابداعه في اخر 10 مباريات، وهقول لك اسباب تفوقه واسباب اللي انا قلت عليها اللي لازم يعملها ولازم جوارديولا يعملها مع محرز عشان يتألق. يلا بينا. بداية، رياض محرز النهاردة بيؤكد كلامي وبيؤكد انه نجم كبير. رياض محرز في الشهر اللي فات افضل لاعب في مانشستر سيتي، وفي الشهر ده افضل لاعب في مانشستر سيتي. انفجر النهاردة بهدفين واسيست، وكمان طلع في الدقيقة حاجة و60، يعني ما كملش، لو هيكمل كان ممكن احرز كمان هدف او اسيست كمان. النهاردة مساهم في 3 اهداف، لحد دلوقتي النتيجة 5. انا قلت لكم هحلل المباراة بعد الحلقة دي، بس دي حلقة لرياض محرز. ليه رياض محرز بقى ملفت ومتألق التألق الملفت للنظر ده، مع ان هو نفس الشخص رياض محرز؟ ايه اللي فرق رياض محرز مع السيتي الفترة اللي فاتت والفترة دي اللي احنا داخلين على تاني شهر انه افضل لاعب؟ زي ما قلت لكم وبأكد كلامي، وكلامي بيتأكد زي ما قلته بالظبط، ان رياض محرز او اي لعيب زي محرز لازم ياخد اساسي. النهاردة رياض محرز هدفين ولا اروع. برنس الاسيست اللي المفروض الكرة كانت رايحة جول، يعني الكرة جت في العرضة وردت لجندوجان حطها. النهاردة مرقص 3 لعيبة في الكرة دي. ايه الكنترول ده؟ وايه اللي بيقدمه ده؟ ايه اللي محرز بيعمله؟ ايه العظمه اللي محرز بيعملها دي؟ قلت لكم يا جماعه، اي لعيب مهما كان اسمه لو ما خدش بطريقه اساسيه على الاقل 10 15 مباراه مستواه هينزل، وهينزل مذبذب. مباراه ينزل، مباراتين ما ينزلش اساسي، ينزل احتياطي، الفرقه مضغوطه، ينزل اخر ربع ساعه ما يقدمش حاجه. ده اللي كان بيحصل مع محرز. وضربت مثال، قلت الفرق ما بين تألق محمد صلاح الملفت والأهداف الكتير اللي بيجيبها ومحرز ليه ما بيعملش كده، لأن صلاح مفيش حد بديل ليه في مانشستر سيتي، لكن محرز الفرقة كلها ما تعرفش مين اللي هيلعب أساسي ومين احتياطي. محمد صلاح لو وديته مانشستر سيتي ووديت رياض محرز ليفربول ولعب أساسي رياض محرز مع ليفربول كل المباريات زي صلاح، هتلاقيه يجيب أرقام صلاح وهيبقى زي صلاح. صلاح برضو لو وديته السيتي ولعب مكان محرز يلعب شوية ويقعد شوية، مستواه هينزل ومش هيحرز اهداف. ده اللي انا راهنت عليه، والايام بتثبت كلامي. الايام بتثبت ان رياض محرز اللي بقاله 10 مباريات واخد منهم 9 اساسيين، رياض محرز بيقدم ارقامه كل مباراة هدف واسست، اسست، هدفين واسست، بيكررها تاني هدفين واسست. فده الطبيعي. الناس كلها تقول لا ده رياض محرز لا يصلح انه يلعب اساسي، في ناس بتقول كده. لا، ايه اللي ما يصلحش يلعب اساسي؟ انت شايف رياض محرز نجم الفريق في مانشستر سيتي بقاله 2 شهر، داخل في الشهر التاني. النهارده برضو دي بروين احرز 2 هدف، بس محرز بيتفوق عليه بهدفين واسست. وغير كده طريقه لعب محرز ولعب محرز لا من كوكب تاني بجد يا جماعه. محرز بيقدم كره عظمه والله العظيم، بجد بجد، يعني الواحد بيفتخر والله. يعني قلت قبل كده ضعوا المقارنات ما بين صلاح ومحرز واستمتعوا. دلوقتي افضل في الفتره دي
محرز افضل. صلاح بيمر في فتره فراغ بس عشان خاطر ليفربول وحش، نستمتع بالاثنين مش لازم ده احلى من ده وده وده. يا جماعه مش هنستفاد حاجه والله، والله العظيم انا لما بتفرج على محرز وبشوف الناس وقلت وطلبت مش هتلعب اساسي يا محرز امشي اهو. جواردي هو اللي اكبر جوارديولا ان يديله اساسي، تالق المباراه الاولى اول ما نزل اساسي اداله الثانيه، تالق الثالثه الرابعه الخامسه بقى ياخد ويتالق ياخد ويتالق، مستواه بيزيد بيقدم عظمه بيقدم عظمه في الفتره اللي فاتت. هو ده رياض محرز النهارده، مانشستر سيتي بيقدم عظمه النهارده. اه المباراه اذا غيبت ما بسجل لكم 5-2 هعمل لكم مباراه واتكلم عن المباراه، بس بامانه مانشستر سيتي خلاص كده اتغلب المباراه اللي فاتت، مانشستر يونايتد عملها معاه بس ده وارد، بقى 21 مباراه ما اتغلبش، 21 مباراه فوز، فكان لازم دروب لازم دروب. النهارده صراحه محرز بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، عشان ما ايه ما حدش يقول انت بتحسده، لا رياض محرز هدفين واسست هدفين. هو محرز ستايله ستايل محرز، حتى الهدف اللي الاسيست برنس والله الاسيست ده الكره دي تحسب له جول، يعني الكره اساسا رايحه جول جت في العارضه ردت الجندوجان حطها، بس مرقص كام واحد مرقص كام واحد الكنترول بتاعه اللي قال عليه ملك الكنترول ما كذبش، اللي قال على رياض محرز انه في الكنترول في حتة تانية ما كذبش. النهاردة رياض محرز بيبدع ويبدع مع مانشستر سيتي ويمتع. النهاردة رياض محرز بيأكد ان كل الناس اللي بتقول ده رياض محرز لا اصل مستواه وهو مستواه يجيبه دك، يا جماعة لا، اي لعيب اي لعيب رونالدو وميسي والله لو حطيتهم في الدكة وما لعبتهمش بانتظام اساسي هيتأثروا، هات اي لعيب هات اي لعيب، بس المشكلة برضو ان مانشستر سيتي ما تعرفش مين يلعب، بس هو ابتدى يقعد ستيرلينج ويلعب محرز بقى ايه. ما هو انا كمدرب اسمي بيب جوارديولا في شوية عنصرية، بس لما الاقي مثلا رياض محرز بيكسبني ومثلا ستيرلينج لا اداؤه مش حلو هلعب محرز، لازم انا عايز اللي يكسبني، مش عايز اهبل وخلاص. لو الاثنين مستواهم زي بعض هو يقول لك العب ستيرلينج، لكن محرز فارق عن اي لعيب في مانشستر سيتي في الشهر اللي فات والشهر ده، بقاله حوالي 10 مباريات فارق في حته تانية عن اللعيبه وعن ستيرلينج وعن اي حد. رياض محرز اذا كان بيحرص بيصنع، اذا كان بيصنعش بيحرز، النهارده هدفين واسست. فانا كبيب جوارديولا او اي مدرب انا عايز اللي يكسبني، انا مش هفرح لما نزل ستيرلينج على حساب محرز المتالق واتغلب او اتعادل او يضيع مني نقط، لا انا لعب ودي لرياض محرز، لان رياض محرز ابتدى في الملعب ورجله في الملعب وابتدى يبدع ويمتع بهدفين واسست النهارده. والمباراه اللي قبل كده مباراه مانشستر ماشي مش هنتكلم فيها، اللي قبل كده هدف واسست، اللي قبل كده اسست، اللي قبل كده هدفين واسست، كل ما رجله هتبقى في الملعب هتشوف من رياض محرز ابداع وامتاع وعظمه بجد والله، يعني عظمه بيقدمها. النهارده في ماتشين في دوري الابطال هنشوف ونتفرج عليهم، ولو في ان شاء الله ممكن نعمل حلقه، بس يعني ممكن نطلع بعد الحلقه دي بس مباشر، يا اما نعمل حلقه عن مباراه مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي بيقدم ابداع وامتاع، مانشستر سيتي لحد اللحظه كان 5، انا ما اعرفش النتيجه وصلت كام. طبعا كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، مبروك لمانشستر سيتي واداء ولا اروع من رياض محرز، وانا عارف اخواتنا الجزائريين فرحانين باداء رياض محرز، وانا اللي قلت عليه قبل كده والله بيتحقق انه لازم ياخد اساسي، ودمتم في امان الله، سلام.